اسمحوا لي شوي بس انا بدي اقول شغلي انه انتم المرحله اللي وصلتوها مرحله رائعه، هيدي حلم لاي حدا يوصل للمرحله هي المرام ايدن، واكيد هيدا بيت طريق جديد لكم باذن الله ان شاء الله بتكون طريقكم. انا ابي اضيف شغله بس بسيطه، عفوا منك. معلش عفوا منك بس بدي لحظه بعد ما خلصت لحظه عبود، ان شاء الله بتكون ان شاء الله بتكون طريقكم خارج على بايدن. انتم اليوم الناس حبوكم وسمعوكم، بتكون مليئه بالنجاحات لكم، بس انتبهوا بحياتكم للاختيارات الغنائيه والالوان اللي حتغنوها. بتمنى لكم كل التوفيق وهارد لاك لليوم. تفضلي يا احمد. ما عندي شيء. لا يا احلام قولي لي. ما عندي شيء قولي لي كم بدك تقولي. لا ما عندي شيء. معلش، هو الحلقه النهارده دي بيبقى احنا متوترين زينا زي اي حد، الموقف ده موقف صعب على الناس كلها وعلينا، مش على الناس بس بتتفرج، الناس بتعرف الموضوع ده، لان انتوا ابتديتوا معانا من اول يوم، واحنا احنا في الناحيه دي احنا معاكم واحنا عاوزين نساعدكم، لكن في دي لحظات حاسمه لازم نختار. انا عن نفسي اصلا حسن، انا عن نفسي في عرب ايدل كل اللي موجودين معانا بنحبهم. انا مو جايين نقعد هون عشان نبيع فناجر، لا احنا عشان يكون عندنا عرب ايدل واحد، يكون عندنا نجم لما يطلع يغني، لما يكون في ناس واقفين هون كفر بيكون في منطقه الخطر احنا بنقذهم. لكن اذا في واحد عليه كومنت انا بقول عرب ايدل يستحق المحاوله مره ثانيه. اتمنى اشوفكم السنه الجايه. شكرا لك. بالنسبه لكلمه طبيب الطناجر، هي هلا بشوي كانت عم تقول لي بنت اللذينة وقلت لها وانا قلت لها هي بنت اللذينة، قلت لها بتستهبلي، معناتها ايه؟ معناتها غنت زي العسل، غنت احلى مره غنت فيني. اعطيها كارت، غنت زي العسل، اعطيها كارت. لا ما اعطيها كارت، ليه اعطيها كارت؟ اوكي، هي اساءت ثلاث مرات. أربعتنا نتمنى لو معنا 12 كارت نخلصهم كلهم. أكيد. شكرا لك دانسي، بالتوفيق صبايا.